السلام عليكم. مات حفتر، بل لم يمت فهو ما زال حيا يرزق. اختلف الناس والإعلام والساسة في حياة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، واختلفوا في وفاته من عدمها، لكن هذا الخلاف يضيق حتى يكاد ينعدم عندما يبدأ الحديث عن أثر غياب هذا الرجل على المشهد الليبي وعلى مجمل التطورات السياسية والعسكرية في هذا البلد المنهك. أهلا بكم في حديث العرب. ما إن أغمض خليفة حفتر عينيه إغماضة مؤقتة حتى شهد الملف الليبي حركة دؤوبة، اجتماعات ودعوات وزيارات وإعلان مواقف ومحاولات اغتيال. غاب الرجل الذي وقف حجر عثرة في طريق الحل السياسي وتسبب في تقسيم غير معلن لليبيا كما يقول خصومه، أو غاب الرجل الذي حفظ المؤسسة العسكرية من التفكك والزوال ولعب دورا في حفظ توازنات سياسية وقبلية كما يصرخ مؤيدوه. هذا أو ذاك، ربما ليس هنا بيت القصيد في هذه المرحلة، وإنما ماذا بعد هذا الغياب، وماذا أخذ معه في غيبته الصغرى التي قد لا يعود منها؟ ماذا أخذ وماذا ترك في ليبيا وبين الليبيين؟ نبحث عن إجابة بعد تقرير محمد وهبة. توتر شديد تشهده الأروقة السياسية في ليبيا وبعض العواصم العربية والدولية، تزامنا مع أنباء تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للجنرال خليفة حفتر وربما وفاته. توتر مرده إلى كون حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي والذي استطاع الحصول على الدعم السياسي والعسكري من بعض القوى الإقليمية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ولأن حفتر يمسك بزمام الأمور شرقا عبر تحالفات قبلية ضمنت له التقدم تدريجيا نحو الغرب حيث تنتمي قبيلته، فإن غيابه لا شك سيترك أثرا بالغا على معادلة الصراع الداخلي في ليبيا، حيث يتوقع بعض المتابعين للشأن الليبي أن ينشب صدام مسلح بين أطراف التحالف القبلي الذي يقوده حفتر حاليا، صدام ربما بدأ مبكرا بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها شرقي مدينة بنغازي قبل ساعات عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش التابع لحفتر والمقرب من رئيس مجلس النواب عقيل صالح. وعلى ذكر عقيل صالح، فإن الرجل يبدو غير مرحب به من قبل القوى الإقليمية الداعمة لحفتر، ما يعني عمليا رفضها طرح اسم الناظوري ضمن المرشحين لخلافة حفتر، موقف أكده محللون بالقول إن القاهرة والإمارات تتباحثان بشأن ثلاثة أسماء ليس من بينهم الناظوري، إذ تتضمن القائمة اللواء عون الفرجاني أحد أهم مساعدي حفتر، واللواء عبد السلام الحاسي قائد غرفة العمليات العسكرية لعملية الكرامة، فضلا عن نجل حفتر الرائد خالد الذي يقود إحدى أكبر الكتائب العسكرية في قوات والده. في المحصلة، فإن المشهد الليبي يقف على أعتاب مرحلة جديدة ربما تفضي إلى تغيير معادلات القوة في الصراع الداخلي، الأمر الذي قد يغير معطيات التعامل الأممي مع متغيرات الساحة الليبية ويفتح الباب أمام حكومة فايز السراج في طرابلس نحو محاولة مد نفوذها شرقا مستفيدة في ذلك من مظلة الاعتراف الدولي. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور خيري عمر، استاذ العلوم السياسيه في جامعه سقاريا، ومن المقرر ان ينضم الينا من باريس عبر الهاتف الاستاذ كامل المرعاش الكاتب والصحفي الليبي. اهلا بك دكتور خيري. أهلا. بدايه، لماذا كل هذا القدر من السريه والتحوط الذي يحاط به مصير خليفه حفتر في باريس؟ اعتقد ان السرية التي تحاط بالسيد خليفة حفتر وصحته هي ترجع لأهميته في دوره السياسي والعسكري في ليبيا وليس فقط في شرق ليبيا. وأعتقد أن في وفاة أو في تعرض الشخصيات العامة لحالات ارتباك صحي بهذا الشكل، دائما ما يتم الترتيبات قبل إعلان شيء ما أو إعلان النتيجة النهائية لتطور حالات الصحية. يعني هو فقط أمس وزير الخارجية الفرنسي أعلن أن السيد خليفة حفتر موجود في باريس للعلاج،
وبالتالي أن هذا التكتم يرجع بالأساس إلى الترتيبات اللاحقة لما بعد خليفة حفتر، كيف يتم ترتيب الأمور العسكرية، كيف يتم الأمور السياسية، وخصوصا أن حفتر منذ 2012 وهو عينه واضحة كيف يعيد بناء الجيش الليبي. وهذه النقطة أعتقد أنها كانت مسألة مهمة في أنه استطاع تكوين كتلة كبيرة من العسكريين لكن حوله. دكتور خيري، يعني كان لافتا البعثة الأممية لليبيا برئاسة غسان سلامة اللبناني كانت حريصة على إظهار أن حفتر يعني ما زال على قيد الحياة، عندما كتبوا أو نشروا خبرا عبر تويتر، يعني في التويتر، أنهم اتصلوا به وتباحثوا في الشأن الليبي. يعني ما دلالة هذا الحرص الأممي على لنرجع للنقطة الأولى حتى نستوفيها نقاش. نعم، هو أن مسألة الترتيبات اللاحقة للواء خليفة حفتر هي أعتقد هي السبب الحاسم في التكتم حتى الآن على ماذا يجري في باريس بشأنه. وبالتالي أن ما يتعلق بهذه الترتيبات هو كيف، من القيادة التي ستستلم، وهل سيترك فراغ أم هناك قيادة تستطيع سد الفراغ في هذه النقطة. إنما ما يتعلق بتعليق البعثة الدولية في ليبيا، سيد غسان سلامة قال، يعني أصدر تصريح بعدها يقول لا تأخذوا مني إلا ما أقوله على لساني فقط. فبالتالي يبدو أن هناك تفاوت بين ما تراه البعثة وبين ما يراه رئيس البعثة من اتصالات. وهنا دلالة الموقف، يعني لماذا البعثة يعني حتى الآن لديها خطة للسلام في ليبيا، وتريد أن تريد أن تنجح هذه الخطة بشكل ما، ولكن هناك عقبات كثيرة تحول دون إتمامها. وبالتالي كما خبرة الأمم المتحدة في ليبيا وفي كثير من الدول، لم تستطع أن تنهي أي نزاع أو تحقق نجاح في أي نزاع داخلي أو صراع مسلح على الأقل. لكن دكتور خيري، أريد أن أبين الموضوع أكثر معك. يعني الأمر يعني هناك اختلاف على قضية جوهرية محورية في الشأن الليبي. يعني البعثة تقول بأن اتصلنا بخليفة حفتر، وصاحب العلاقة العريس يعني بين قوسين وهو غسان سلامة يقول لا تأخذوا أي معلومة إلا مني. يعني ثمة تفاوت هائل في الموقف بين الطرفين. يعني هذا التفاوت هو موجود في طول الفترة الانتقالية، وعندما تكونت البعثة الدولية في عام 2012 أعتقد كانت هذا التفاوت دائما موجود. يعني وبالتالي يعني حدث اندماج فقط عندما كان برناردينو ليون ومارتن كوبلر في، كان هناك توحد كبير في المؤسسة. هذا يختلف عن فترة طارق ميتري وفترة غسان سلامة الآن. يعني هناك الشخصيات الأوروبية عندما تقود المؤسسة، مارتن كوبلر نعم، عندما الشخصيات الأوروبية والغربية تقود المؤسسة أعتقد هناك تقارب في الخطاب أو تقارب في الفهم وإدراك المشكلات المحلية. يعني هنا أعتقد أن نرجع لنقطة التكتم مرة أخرى، أعتقد أن حجم الفراغ الذي يتركه خليفة حفتر بالنسبة للدول الإقليمية هو العامل الأساسي الذي يفسر تأخر الإعلان عن تطور حالته الصحية حتى الآن. وأعتقد أن هذا سوف يعني قد يكون قريبا يكون هناك حسم أو وضوح. في سياق الحديث عن حالته الصحية، ثمة تزاحم بين وسائل، أكثر من وسيلة إعلامية وخصوصا وسائل الإعلام الليبية تتحدث عن أن الرجل مات. هناك نفي من معسكر الكرامة الذي يقوده خليفة حفتر حتى الآن، لكن هذا النفي جاء ضعيفا، من غير صورة، من غير صوت، من غير تصريح، من غير أي شيء. يعني هناك نفي. هل ما يقال عن أن حفتر مات ولكن إعلان الوفاة أمر بيد القوة الدولية المهيمنة على الشأن الليبي، هل هذا دقيق هذا الكلام دكتور؟ لنتجاوز هذه النقطة، النتيجة التي يمكن أن نصل إليها في الوقت الراهن أن سيد خليفة حفتر لن يعود إلى السياسة مرة أخرى. وهذه أعتقد من أين تقطع بهذا؟ لأن خطورة الحالة الصحية أعتقد أنها، لكن لا معلومات عن خطورة الحالة، لا خطورة الحالة الصحية هذا شيء، وهناك مشاورات في دول إقليمية لمن يخلف خليفة حفتر. أعتقد أن هذه المناقشات تثبت جدية أنه لا يرجح أن يعود إلى السياسة مرة أخرى أو إلى إدارة الجيش أو العملية العسكرية مرة أخرى. لكن ما تقوم به الإمارات ومصر، عفوا دكتور آسف للمقاطعة، فقط هذه النقاط أريد أن أستوضحها منك، ما تقوم به وما تلمح له من أن مصر والإمارات، في إذا لم أخطئ،
تقوم بترتيبات لما بعد حفتر، ربما يكون هذا حدث استباقي وقائي لأي طارئ، غياب مفاجئ للرجل. إذا كان الوضع الصحي عارض وعاد إلى صحته ربما يعود إلى مكانه. لماذا هذا القطع؟ لا، هي الملاحظات العامة حتى الآن تقول أن الترتيبات التي تحدث أو التي يتم التشاور بشأنها هي ترتيبات نهائية وليست ترتيبات انتقالية لانتظارا لتحسن حالة الصحية أو شيء آخر، لأنه هو حتى الآن في نشأة عملية الكرامة منذ 2014 يعني هي حتى الآن لم تحقق إنجازا كبيرا، يعني هي ظلت محصورة في منطقة الشرق، وهناك كتل سياسية وعسكرية في منطقة الغرب أعتقد يعني تعطل المشروع، وبالتالي أن الدول الراعية للمشروع عملية الكرامة تريد أن تستكمل هذا المشروع. حتى الآن هذا التفكير يسير في هذا الاتجاه. الدول الراعية لعملية الكرامة، ولعلك تقصد مصر والإمارات بالدرجة الأولى، بما تفسر هذا الإسراع الإماراتي المصري لترتيبات ما بعد حفتر؟ ما تفسير هذه الحركة والنشاط الدبلوماسي؟ النشاط الدبلوماسي بالنسبة لمصر، هناك تخوف دائم من انفراط المشكلة الوضع الأمني في ليبيا، وأن الوضع الأمني ينعكس على مصر بالنظر للحدود الطويلة، ينعكس بشكل سلبي، يعني بشكل لا تستطيع تحمله، فلذلك كانت تسعى دائما إلى أن تكون هناك قيادة مركزية في ليبيا. أما بالنسبة للإمارات، هي سياساتها تدخلية في كثير من الملفات، يعني في اليمن، في حتى في غزة، في يعني هناك كلام أيضا عن تدخلها في الشؤون التركية وكثير من التدخلات، وهذا لا يتوفر بالنسبة للسياسة المصرية. السياسة المصرية تركز على أن تكون هناك سلطة قوية غير متنافرة مع الحكومة المصرية وتستطيع ضبط الأمور في ليبيا. هذا الهدف أعتقد أنه حتى الآن لم ينجح بشكل كامل، وكانت هناك مبادرات مصرية في بداية العام الماضي لأن تصل الأمور لحل سياسي، لكن الارتباكات الداخلية في ليبيا لم تساعد على ذلك. يعني هناك قوى متنافرة كثيرة، وهناك مجموعات مسلحة كثيرة جدا، لا تستطيع، لا تترك فرصة لأي طرف خارجي أن ينفذ أجندته بشكل كامل. يعني عندما اجتمعت الدول الجوار في تونس والجزائر والقاهرة واتفقوا أن الحل السياسي هو الحل النهائي في ليبيا، لكن أي منهم لم يستطع المضي بهذا القرار إلى نهايته. يعني حتى الآن كان هناك جدل قبل شهر على هل الانتخابات الرئاسية والتشريعية تتم قبل نهاية هذا العام أم الاستفتاء على الدستور، وكان هناك اتجاه غالب أن تتم الانتخابات، لكن المشكلة الأساسية وفق أي قانون، يعني لم يتم تحديد أي قانون يمكن أن تجرى عليه الانتخابات، وهذا سوف ينتج وضعا انتقاليا هشا كما كان في السابق. نعم، لعلنا نبحث بشكل يعني أكثر استفاضة مسألة الدور الإقليمي، مصر والإمارات تحديدا في الشأن الليبي، لكن ربما بعد الفصل. الآن أريد أن أستوضح منك دكتور يعني الأثر الذي تركه غياب خليفة حفتر حتى الآن، وحتى من المرجح أن يعني يستمر غيابه، الأثر الذي سيتركه على الساحة الليبية، سواء على مجمل الساحة الليبية أو حتى على معسكر حفتر، معسكر عملية الكرامة نفسه. معسكر الكرامة في ظل وجود حفتر كان هناك بعض التنافر والصراع الداخلي المسلح، يعني كان آخرها ما حدث مع فرج الجعيم في خروجه على عملية الكرامة، هناك كثير من العسكريين تركوا عملية الكرامة، فما بالك أنه في ظل غياب خليفة حفتر الذي كان يستطيع السيطرة على كثير من الأمور، فبالتالي أتوقع أن تأثيره المباشر سوف يكون في مسارين. المسار الأول هو أنه يحدث ارتباك في الترتيبات العسكرية على الأقل، من يكون قائد عملية الكرامة ومن يستطيع ملء الفراغ الذي يتركه خليفة حفتر، لأنه كان يحمل صفتين، الصفة العسكرية ويحمل أيضا الصفة السياسية، يستطيع أن يفاوض ويفاوض السراج، وهناك اجتماعات في باريس والإمارات مع السراج، وبالتالي صار يشكل ظاهرة سياسية يصعب استبعادها. يعني عندما قال أن الاتفاق السياسي انتهى، لم يستطع لا مجلس النواب ولا المجلس الأعلى للدولة ولا المجلس الرئاسي أن يتجاوز هذا الموضوع، يقول أن هناك اتفاق سياسي يمكن أن ينفذ ونمشي عليه في المستقبل. يعني زيارات غسان سلامة له قبل أسبوعين تقول أنه طرف أساسي في العملية السياسية في ليبيا، هذا جانب. الجانب الثاني أن اندلاع الصراعات فيما بين فريق الكرامة سوف
لا يكون له يعني مرجعية أو ضابط، فبالتالي سوف يظهر كثير من القادة، قادة المحاور على الأقل في بنغازي، سوف لا ليس هناك تصور كيف يمكن أن يديروا العمليات المسلحة، وهل تطلعهم إلى القيادة أو إلى ملء الفراغ سوف ينعكس في حروب أهلية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة أعتقد سوف تكون تتركز في المنطقة الشرقية ليس في المنطقة الغربية. النتيجة الثالثة هو أن الجهات الداعمة لحفتر استثمرت فيه على مدى 4 سنوات أو 5 سنوات، وهذه تشكل بالنسبة لها خسارة كبيرة يصعب تعويضها مع أي قائد آخر. يعني بالتالي عندما نريد أن نتحدث أو نبحث عن قائد آخر غير خليفة حفتر في الشرق، قبل القائد الآخر يعني ثمة من كتب وهم غير قليل بأن في غياب خليفة حفتر هناك فرصة حقيقية لتقارب الفرقاء الليبيين المتصارعين. يعني رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب طبرق أو المنعقد في طبرق، دعاه ووافق بسرعة على الاجتماع معه. ثمة ترتيبات توحي بأن الفرقاء يتقاربون في غياب حفتر، إلى أي مدى هذا الكلام؟ هذا هناك مؤشرات طيبة على التقارب بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وهناك مؤشرات أخرى على إمكانية التقارب. هل ثمة ربط بين هذا التقارب وبين غياب حفتر؟ هذا التقارب تم أو هذا الإعلان تم في ظل عدم الإعلان عن خضوع حفتر للعلاج أو ذهابه للعلاج، لكن المسألة الأساسية أنه منذ عام 2011 وأن مسألة السياسة في ليبيا تقرر خارج ليبيا وليس تقرر داخل ليبيا، وبالتالي هذه المعضلة يعني خارج ليبيا من غير الليبيين، من غير الليبيين هذه المعضلة إذا لم يستطع الليبيون معالجتها في هذه الفترة فإنه من المتوقع أن تستمر الأزمة إلى يعني أبعد مدى ممكن أو مدى زمني ممكن، بحيث أن يعني أعتقد أن الوضع الحالي يشكل فرصة لكي تتلاقى المؤسسات الليبية على حل واضح، حل سلمي. يعني مثلا استكمال الانتخابات أو البدء في استكمال الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث يمكن أن تحد من الصراع المسلح، أن تعمل على التقارب أكثر وهكذا. لكن أعتقد أن هناك طموحات يعني دون الدولة أو طموحات أقل وطنية يعني سوف تظهر يعني بشكل لافت في الفترة القادمة. يعني هل يمكن أن ينتج تغير عسكري على الأرض في غياب الرجل الذي بنى القوة العسكرية مركزها حول يعني محورها حول مركزه حول شخصيته، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقطة الضعف وليست نقطة القوة؟ نعم، أن نقطة الضعف أنه هو محور الكيان العسكري لعملية الكرامة. نعم، فإذا ذهب ممكن أن يتفكك، وبالتالي هناك قوة عسكرية أخرى في الغرب وقوة أخرى في الجنوب، بالتالي لن تستطيع لا توجد قوة مركزية في ليبيا تستطيع السيطرة على البلاد، وهذه التحدي الأساسي الذي يواجه كل الليبيين. فبالتالي هنا المسألة الأساسية هو أن ليبيا دربت السلاح النزاع على مدى 5 سنوات على الأقل من عام 2014 وحتى الآن، فبالتالي اتضح أن نتيجة الصراع المسلح حتى الآن أنه لم يستطع أحد السيطرة على المكان الذي هو فيه. فبالتالي إذا لم يستثمروا هذه اللحظة في يعني الوصول إلى حل سياسي أعتقد أنه سوف تأخذ وقتا طويلا حتى يمكن أن يصلوا أو إلى حل ممكن. يعني مسألة المؤسسات الشرعية حتى الآن يعني غير موجودة، يعني لا يمكن الاعتماد فقط على هناك تنازع للشرعيات، من يعتبر مجلس الأعلى غير شرعي ومن يعتبر مجلس النواب غير شرعي، وبالتالي هذه المشكلة إذا ظلت أعتقد أننا سوف نكون أمام فوضى سياسية مفتوحة. نعم، هناك يعني محاولة، نحن أمام محاولة اغتيال لخليفة حفتر في شرقي ليبيا، وهذا فجر حديثا عن صراع داخلي باكر جدا ليس يعني أوانه. هذا سنبحثه أيضا لو أذنت لي. يعني لدينا فاصل قصير ونعود بعده لاستئناف الحديث. We'll be right back.
أسعدكم الله دائما. والحديث عن تداعيات غياب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على المشهد السياسي والعسكري في البلاد، دكتور خيري، هل هناك اتفاق بين الليبيين في شرق ليبيا في معسكر الكرامة وبين الدول الإقليمية الراعية؟ هل ثمة اتفاق على شخصية محددة يمكن أن تقود معسكر الكرامة في المرحلة المقبلة؟ حتى الآن ليس هناك اتفاق وليس هناك توافق على شخصية معينة يمكن أن تقود عملية الكرامة. وأعتقد ما يحدث الآن هو عملية مناقشات حول هذه الشخصية، وهذه المناقشات تدور في سياق معقد للغاية. مظاهر يعني التعقيد هذه، أن القبائل كانت مختلفة على استمرار عملية الكرامة، يعني قبيلة العواجير وقبيلة العبيدات، يعني كانوا مختلفين لماذا تستمر هذه الحروب لفترة طويلة. وقبيلة العواجير انقسمت على عملية الكرامة، فريق أيدها وفريق لم يؤيدها. هذه النقطة مهمة في كيف يتم الاتفاق على قيادة جديدة تحظى بقبول اجتماعي داخل المنطقة الشرقية. يعني عندما يقول اللواء الفرجاني اللي هو المساعد عملي، يعني هذا من قبيلة الفرجان، يعني وبالتالي القبائل الشرقية كيف يكون دورها في المستقبل، وخصوصا أنه فرج البرعاسي اللي كان وزير الدفاع، يعني هاجر من بنغازي وفرج جعيم في سجون عملية الكرامة، وبالتالي أبناء المنطقة أعتقد هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، كيف يسوق ذلك في مجلس النواب، لأن من يتم تعيينه بشكل في وقت آخر لابد أن يحظى بموافقة مجلس النواب، وأن قبيلة مجلس عضو مجلس النواب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا توافق على كثير من هذه التطورات. وعقيلة صالح نفسه يرى أن مسارا آخر أنه يمكن أن نذهب إلى الحل السياسي، وليس بالضرورة أن نستكمل عملية بناء الجيش في هذه المرحلة. النقطة الثالثة، وهي أن مفاوضات بناء الجيش والتي تجرى في القاهرة، يعني والتي أخذت وقتا طويلا لم تكتمل، وبالتالي استباق عمليات بناء الجيش ومفاوضات بناء الجيش وتعيين شخصية جديدة كقائد عام للجيش أعتقد سوف يحبط هذا المسار، مسار مفاوضات حول بناء الجيش بين القيادات العسكرية في الغرب والقيادات العسكرية في الشرق. يعني هناك تعقيدات كثيرة تحول يعني الوصول السريع لبديل لخليفة حفتر. نعم، دعني أبحث هذا الأمر مع الأستاذ كامل المرعاش الكاتب والصحفي الليبي الذي انضم إلينا عبر الهاتف من باريس. مرحبا بك أستاذ كامل. محاولة اغتيال باكرة وبسرعة تعرض لها خليفة حفتر في ليبيا الناظوري، يعني ما دلالة هذه المحاولة، وهل صحيح أو تتفق مع ما يقال عن أنها تعبير فج وسريع ومباشر عن خلافات وشقاقات داخلية في معسكر الكرامة نفسه، في معسكر خليفة حفتر؟ تحية لك ولضيوفك ولمشاهدي القناة. يعني أهلا وسهلا. للأسف مؤخرا إلى ما قاله ضيفك، وأقول أن ضيفك ليس دقيق، هو يجدف في التنوع القبلي في ليبيا دون أن يفهم هذا التنوع، وأخطأ أخطاء فادحة حتى في ذكر الأسماء ولمن تنتمي هذه الأسماء للقبائل. وهذا يعني بشكل واضح أنه لا يفهم أبدا التركيبة القبلية في شرق ليبيا، هذا أولا. ثانيا، أن خطابه يبدو لي أنه يتجه ويتبنى نظرة الإسلاميين في محاربة الجيش الوطني. يعني ربما ليس هذا المطلوب أستاذ كامل الآن، ربما المطلوب هو بحث، هو كان يجيب على سؤال طرحته عليه يتعلق بمدى وجود شخصية محل وفاق وإجماع من قبل الأطراف الليبية في معسكر الكرامة. إلى أي مدى هناك اتفاق، وحتى من قبل الدول الإقليمية الراعية لمعسكر الكرامة، ما مدى وجود اتفاق على شخصية محددة يمكن أن تكمل المهمة بعد حفتر؟ نعم، أنا كنت أجيبك ولكنني علقت على ما سمعته وعلقت عليه بوجه الحقيقة. لا بأس. أما سؤالك عن خليفة حفتر، وقد سميتها خليفة أنت بنفسك يعني توصيف مكثر جدا وله أساس.
بأنت الوعد الصحية القصيرة للمشير خليفة حفتر هذه نوع تراث وهي ليست حقيقية. أنا في معتقد وربما أؤكد أن صحته جيدة وأنه يتابع الأمور مع كل الضباط الذين حوله في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وأن مسألة البحث في خلافته ليست قيد بحث الآن أو حتى المستقبل، لأن آلياتها واضحة. في حالة قيادة القائد العام للقوات المسلحة فإن الجهة المقولة بتعيين رئيس للجيش الليبي أو رئيس أو قائد الجيش الليبي هي البرلمان، وبالتالي الآلية واضحة، ليس هناك فراغ أو ما يشبه هذا الفراغ. تحدث ضيفك عن الخلافات القبلية أن تنشأ، وهذا بعيد، لأنه حتى المهدي البرغتي، وهنا أصحح له الاسم الذي أعطاه، المهدي البرغتي الذي عين من طرف السراج وزير للدفاع ثم عتق منصبه لطلوعه في عملية إرهاب في إبراج، وهذا منذ أكثر من 6 أشهر. لم يحصل ذلك الشرح الذي كان يتمناه الإسلاميون في ليبيا والمتطرفون والتنظيمات الإرهابية التي يحاربها الجيش. ذكر آخر أخرج غير الذي هو مسجون في جرادة، وهو أيضا تم استغلاله قبل بعض الأطراف المتصارعة في ليبيا، وعين وكيل في وزارة الداخلية وأرسل إلى بنغازي للتشويش القبلي هناك. هذه المحاولة أيضا تم إفشالها بفعل تكاتف القبل وراء الجيش الوطني الليبي، لأنه حاط الجيش الوطني الليبي منذ إعادة بعثه في عام 2014 في أحقابنا قبلية قوية جدا، لا تتأثر بشخصيات حتى من هذه القبلية، تكون عرضة أحيانا للاستغلال واستقواب المال من قبل من يملكون المال في غرب ليبيا ومن يسعون إلى تدمير الجيش الوطني الليبي. وبالتالي افتراضية أن تكون هناك حروب قبلية أو خلافات قبلية على هذا الموضوع نعم. هي مجرد وهم ليس واقع. نعم. الآلية واضحة قاطع هذا. أستاذ كامل يمرض ويموت. أستاذ كامل معذرة على المقاطعة، أريد أن أكمل معك، ولكن دعنا نعطي فرصة للفنيين لإصلاح هذا الخلل الذي يبدو أنه من المصدر. سأعود إليك دكتور. المشكلة أنه الداعمون الإقليميون لمعسكر الكرامة وعلى رأسه خليفة حفتر، لو أنهم وجدوا خليفة له الآن في هذه المرحلة، هل سينتهي الأمر أم أن استقرار هذا المعسكر رهن بشخصية حفتر نفسه؟ أنا أشكر السيد كامل يعني التصحيح، يعني أنا أعرف أن السيد المهدي البرعاسي لكن الذاكرة أحيانا لا بأس. لا يوجد مشكلة، لا بأس، يعني هذا يحدث. نعم. بالنسبة أعرف دوره في الجنوب وعندما تولى وزارة الدفاع، يعني لا بأس. أعتقد يعني إذا يعني تمكنوا، هي مسألة تقديرية للدول أن تجد خليفة، أن تجد بديل لخليفة حفتر أو لا تجد، لكن هذه وفق تقديراتها لمصالحها في ليبيا. لكن أعتقد أن المسألة يعني في كما قلت لن تكون سهلة، بغض النظر عن أن صلاحية رئيس مجلس النواب ومجلس النواب في سد هذا الفراغ، لكن أحيانا الأطر الدستورية كما خبرة كثير من الدول ومنها ليبيا لا تكفي لإدارة بعض المراحل الانتقالية. ومن هنا أعتقد ما تحتاجه ليبيا في الوقت الحاضر هو أن تكون القوى الداخلية كلها متضافرة حول يعني بناء السلطة الجديدة والذهاب إلى الانتخابات كما كان يتم التخطيط في السابق. نعم. واعتبار أن المسائل هذه مسائل إجرائية يقررها الجيش الليبي ويقررها البرلمان القائم الآن. يعني أعتقد أن كما قال السيد كامل، نعم، أن مسألة الفراغ ليست موجودة ولكنها تشكل تحدي، كيف يمكن الخروج من هذا الوضع الذي هش تقريبا. يعني عندما يعني ليبيا منذ 2013 يعني هناك نزاع دائما بين الحكومات،
هناك نزاع على الشرعيات صار لفترة طويلة وانتهى بما يشبه الحرب الأهلية. نعم. التالي نحن أمام مشكلة بالفعل هي تحتاج إلى أن يكون للليبيين دور أساسي في تجاوزها. إذن لا يوجد فراغ ولكن هناك تحدي للخروج من هذه المرحلة. أريد أن أنقل هذا التحدي إلى الأستاذ كامل في باريس وأرجو أن يكون الصوت أفضل الآن. أستاذ كامل، هناك من الحديث لم يعد عن شخص خليفة حفتر نفسه بقدر ما هو عن فكرة خليفة حفتر وهي معسكر الكرامة. ثمة من يقول وهم ليبيون أيضا أن استقرار معسكر الكرامة وبقائه واحتفاظه بزخمه وقوته ليس رهنا بعودة حفتر أو بقائه من عدمه بقدر ما هو رهن بمدى ومستوى وعمق التدخل الإقليمي الداعم لمعسكر الكرامة. وهنا الحديث عن مصر والإمارات، برأيك ما فرص هاتين الدولتين في نجاحهما في بلورة صيغة ما لحفظ استقرار هذا المعسكر برأيك؟ نعم، وحضرتك يعني أنا أتفق تماما مع التصنيف الذي قاله ضيفك. ليبيا في حرب أهلية ليس من 2014، هي في حرب أهلية من عام 2011. والفوضى يعني استشرت في ليبيا من 2014 وزادت حدثها إلى الآن. البحث عن التواصل السياسي ده بالفعل أثرت في تدخلات دينية وتدخلات دولية ليس فقط طرف مصر والإمارات بل من دول بعيدة عن ليبيا، أو ربما نتفهم لمصر تدخلها أنها لديها حدود مع ليبيا يمكن 1000 كيلومتر شرق ليبيا، مصر تستهدف حركات إرهابية تفجر في مدن عديدة ومنها القاهرة، وأغلب هذه العناصر تلجأ إلى ليبيا وتحتمي في ليبيا وخصوصا في مدينة درنا، ووجدت لها حاضنة من التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في شرق ليبيا. هذه الوضعية ليست موجودة لقطر أو لتركيا لتتدخل هذا التدخل الفجر في ليبيا ولا تساعد على يعني ما هي مظاهر التدخل التركي يعني أستاذ كامل في ليبيا؟ طبعا أقول لك حتى التركي يعني ما هي مظاهر هذا التدخل التركي؟ نعم تركيا طبعا تركيا عالجت كل العناصر الإرهابية خرجت كل العناصر الإرهابية بدعوى الجهاد، دعوى مقاربة النظام السوري وإسقاط دكتاتور سوريا بشار وخط من مقارات في تركيا، بل أن بعض ثبت به بجوازات قطر تركيا، وحتى من حارب ليبيا تم علاج تركيا. تركيا أرسلت العديد من المواقف حملت العتاد والأسلحة إلى مناطق نعم. أستاذ كامل أنا مضطر للاعتذار منك يعني ريثما يعيد الاتصال بك الزملاء في غرفة التحكم الكنترول، مضطر الآن أذهب إلى فاصل نستكمل ما تبقى من حلقة اليوم بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذا الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نخصصه للحديث عن موقف الأمم المتحدة من التفاعلات الداخلية في ليبيا ممثلة في مرض خليفة حفتر وغيابه عن الساحة الليبية. ريثما أعود إلى باريس، برأيك من هو الأكثر تضررا سواء على الساحة الليبية أو حتى إقليميا من هذا الغياب المفاجئ للجنرال الليبي المثير للجدل؟ المضار من النتائج دائما الجهات التي كانت تدعم يعني والتي استثمرت في عملية الكرامة لفترة طويلة، ومن هنا يعني يمكن أن قدرتها على التعويض هذه القيادة أعتقد سوف تأخذ وقتا طويلا حتى تستطيع تقديم شخصية أخرى للمجتمع الليبي على الأقل يعني، ويحظى بالاعتراف الدولي أو بالقبول الدولي مرة أخرى، لأنه
القائد العام للجيش في كل دولة لا يحل محل وزارة الخارجية ولا يحل محل رئيس الدولة، فبالتالي هو وظيفته تنحصر داخل ليبيا. إنما ما حدث مع السيد خليفة حفتر هو أنه تجاوز هذا الإطار التقليدي واستطاع أن يخاطب حكومات أخرى، فبالتالي هذه سوف تكون مسألة صعبة بالنسبة لداعمين عملية الكرامة، فإنها توجد شخصية أخرى تحظى بالقبول الدولي أو بالنفاذ خارج ليبيا. هذه أعتقد هي سوف تشكل تحدي كبير في الفترة القادمة، وهل يمكن أن تروجه لدى الأمم المتحدة ويكون طرفا تستطيع يعني تقبل به البعثة الدولية للحوار معه كما كان يحدث من المبعوثين الدوليين السابقين. نعم. ويزورونه في مقره وهكذا يعني. أعتقد هذه النقطة سوف تكون تحدي لهم. نعم. في القريب تحدي لهم. أريد أن أسأل أستاذ كامل، يعني العلاقة بين خليفة حفتر والبعثة الأممية برئاسة غسان سلامة يعني لم تكن على ما يرام، مواقفه من اتفاق الصخيرات معروفة. السؤال هو هل غياب حفتر بهذه الطريقة الآن ربما يفتح الطريق للخطة الأممية المتعثرة والتي بعض الأطراف الليبية اتهمت خليفة حفتر بعرقلتها؟ لا يا سيدي، لابد أن نتحدث بكل صراحة. السيد غسان سلامة ضيع 8 أشهر من عمر خطته أو خارطته للتاريخ دون أن يفوز أو ينجح في اقتراح واحد، وهو تعديل اتفاق السراج بين المجلس الأعلى للدولة وبين البرلمان. هذا التعديل حظي بتأييد قائد الجيش الوطني الليبي، التقى به وقال له أنا أؤيد كل هذه الخطوات بشرط وأعطى شروط لذلك. هذه الشروط موضوعية، حتى مبعوث الأممي غسان سلامة قبلها، بقي أنه لا بد في حالة إجراء الخطوات لا بد من تفكيك أسلحة الميليشيات ولا بد من توفير الأجواء المناسبة لإقامة هذه الانتخابات، حتى تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة تستطيع كل الليبيين المشاركة فيها بكل طريقة. في هذه الأوقات في غرب تركيا حيث تنتشر الفتيات وتسيطر الفتيات حتى على ما يسمى حكومة الوفاق وحكومة السرعات، لن تقوم هذه الانتخابات بهذا الشكل، لأن الانتخابات فقط تسجيل في لوائح الشراء، انتخابات في صندوق انتخاب وجهاز التسجيل إلى هذا الصندوق هو تمكين المرشحين من أن يجتمعوا بالناس ليقنعوهم برامجهم، وهذا ليس متيسرا في مناطق غرب ليبيا، لأنه غرب ليبيا هو عبارة عن كنتونات، كل كنتونة تسيطر عليها الميليشيا بقوة السلاح، وبالتالي هناك البعض من الذين سوف يترشحون لهذه الانتخابات سوف لن يستطيعوا حتى الدخول إلى ليبيا، ليس فقط الجهاز والاجتماع الداخلي، فيمكن إقامة هذه الانتخابات. ثم هناك، هل هناك قانون في هذه الانتخابات ضمها؟ طب هو اتفاق الصراط نفسه لم يتم اعتماده في مجلس حتى اتفاق، وبالتالي حكومة السرات هي حكومة أمر واقع فرضتها بعض البلدان الغربية، لا تتكلم على المجتمع الدولي، فرضتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة على الليبيين. السرات تفسره الليبيون، أتى في فرجاطة على الأرض الإيطالية إلى طرف لم أقف هذا الرجل أي شيء، وبالتالي إذا أردت أن تذهب إلى الانتخابات هذه هي الشروط. هذه الشروط قائد الجيش الوطني لابد ان تقام هذه الانتخابات في اجواء شفافه وامنيه تتيح لنتائجها حتى لا تطلب عليها هذه الميليشيات في حال استقامتها. نعم. كما حصل في 2014 عندما انقلب سوق التحيره والتشتت على نتائج الانتخابات وادخلت ليبيا في هذا الصراع الدموي منذ 2014، دمرت فيه امكانيات ليبيا، دمرت فيه حقوق النفط، دمرت فيه مطارات، وبالتالي هذه الحالة المأساوية، هل يمكن في ليبيا إقامة انتخابات؟ ضيع سلامة، ضيع 8 أشهر ولم يبقى له إلا 14 نعم. سأتي للحديث عن غسان سلامة معك أستاذ كامل، لكن قبل ذلك يعني خروج المؤقت، الخروج المؤقت، الغيبة الصغرى لخليفة حفتر حتى الآن، هل يمكن أن تقرب ليبيا
أكثر إلى الحل السياسي برأيك؟ هي كانت مشيئة للحل السياسي، يعني كان هناك اتجاه لل يعني شبه إجماع على إجراء الانتخابات حتى لو بدون استفتاء على الدستور. أعتقد أنها يعني أخشى أنها تربك المشهد السياسي، لأن فكرة ترتيب الوضع في منطقة الشرق وترتيب عملية الكرامة أعتقد المشكلة أنه قد يأخذ وقتا، يعني إذا كانت خطة الأمم المتحدة مر منها 8 أشهر فإننا ممكن أن نكون أمام أجال مفتوحة في هذا الاتجاه، بحيث لا يمكن التنبؤ بمتى تجرى الانتخابات. لكن يعني أختلف مع السيد كمال في مسألة كامل الانتخابات، يعني أنا لاحظت أن أنه تحت الصراع المسلح أجريت انتخابات الهيئة التأسيسية في 2014 وأجريت انتخابات مجلس النواب تحت الصراع المسلح في طرابلس وفي بنغازي في نفس الوقت. أعتقد يعني في ليبيا ظواهر مهمة أو لافتة للدراسة، أنه يمكن إجراء عملية سياسية في ظل وجود صراع مسلح، لكن إذا استطاع الليبيون في الفترة القادمة إجراء عملية سياسية بدون صراع مسلح أعتقد سوف يتخلصون من حالة التوتر وحالة الارتباك الحالية. وبالتالي أعتقد يعني إذا مشوا إذا استكمل المسار الوصول للانتخابات أعتقد وهذا سوف يكون إجراء يعني استكمال مسار الانتخابات رهن بماذا؟ هو رهن بدفع الدول الجوار أن تسير في العملية السياسية. إذن يعني الليبيون خارج المعادلة حتى الآن على الأقل؟ لا، ليسوا خارج المعادلة، ولكنهم يمكن أن يقبلوا الدول الإقليمية تساعدهم في المضي في هذا المسار. تساعدهم أم تؤثر عليهم أم تفرض عليهم؟ تساعدهم أو قد تكون المساعدة بالفرد أو تكون المساعدة بالتوجيه أو بالشرف. أستاذ كامل، يعني الآن غسان سلامة كيف سيتصرف بعد الغياب الحالي أو الراهن لخليفة حفتر عن المشهد الليبي فيما يتعلق بخطته للحل في ليبيا؟ هل سيعدلها أم سيدفع باتجاه ضغط لتفعيلها وتنفيذها؟ يعني أعتقد أني فقط رد بسيط على ضيفك. ليبيا قبل 2014 عندما عقدت الانتخابات التشريعية في يوليو 2014 كانت في حالة اضطراب كما هي الآن، لم يكن هناك انفصام شرق غرب كما هي الحالة الآن. هناك الآن فصل بعد ونشأ حرب بعد رفض الميليشيات التي سيطرت على طرابلس أن تقبل بنتائج هذه الانتخابات، و لها فقد فيها الإسلاميون الكثير والكثير المصاعد البرلمان، وهو ما اضطر البرلمان الجديد المنتخب إلى طفرق. إذن الحالة مختلفة، ليس هناك احتراف في ذلك الوقت، وبالتالي كانت ممكن إقامة الانتخابات حتى انتخابات 2014 كان عليها الكثير من الآخذ والسلبيات، لا أريد أن أخرجها لأنها تاخذ طويل. سؤالك عن غياب حفتر الوقت، أنت قلت هذا الوقت، طيب لو رجع حفتر بعد أسبوع ماذا يصير الحل يعني؟ إذا نحن لا نتكلم، وليس هناك ربط بين خارج الطريق الذي أطلقها غسان سلامة وقضية غياب مفترض للمدير خليفة حفتر. الوقت بغياب المدير حفتر أو وجوده خارج الطريق سلامة تتعثر كثيرا، كما قلت قبل 8 أشهر اغتزت البرتقال السياسي ويعقد اجتماعات هناك ولم يستطع حق اشتراك فحص وهو الاسس في تعديل اتفاق الاشتراك، ما بال في التحديات الاخرى التي تخص بها عمليه تنظيم الانتخابات. كان قد اعلن خطه الف وهي تعديل الاتفاق، وخطه باء تنظيم يعني مؤتمر جامع في احد، فخرج بعد ذلك وفرغ أمر الجامع محتواه وأعلن عن تراثور حوار يجري في 30 مدينة ليبية بدون أي خطط، لا سياسية ولا قانونية ولا حسابة هجرية. يعني حديث التركان يدخل له يشاء ويأخذ منه من يشاء، ثم يأتي السيد سلام هاي الأربعة الأخرى ويقول أن الاثنين متفقون، وبالتالي أصحاب التمثيل لعام آخر. هذا هو السيناريو الأقرب إلى الواقع، أقرب إلى الحقيقة، وبالتالي الحديث عن تنظيم انتخابات في عام 2018 بوجود حزب أو قيادة
ليس له اي اساس. نعم. كما قلت اداه تعيين قائد الجيش الوطني الليبي في اسوء الاحوال بعد شروع خليفه حفتر يتولاها. نعم اشكره. الذي هو الذي قام في يعني اقرار التعديلات. وصلت الفكره استاذ كامل. نعم. نعم وصلت الفكرة بدقيقة من فضلك دكتور خيري. يعني السؤال ذاته يعني أطرحه عليك، يعني غسان سلامة كيف سيتصرف سياسيا في المرحلة المقبلة إذا ما استقر الأمر على غياب حفتر نهائيا عن المشهد؟ هو كان المقرر الأخير في الخطة جيم هو الوصول للانتخابات. أعتقد أن الأمم المتحدة الآن هي قد تفقد البوصلة، خصوصا ما تصر على الملتقيات الوطنية التي لا فائدة منها وتسير في هذا الاتجاه، وتم تجربة الحوار الوطني في عام 2013 ولم يسفر عنه أي نتيجة. نعم. المسار الحالي إذا لم تعمل الأمم المتحدة على بلورة المسار الانتخابي بشكل واضح فإنه سوف تكون سوف يكون دورها يعني ضعيفا وهزيلا لا يمكن ان يؤثر في السياسه الليبيه. نعم. يعني اعتقد ان خطه غسان سلامه الان او سياسه غسان سلامه لم تعد واضحه في اتجاه ليبيا وتتفق في هذه الزاويه مع ضيفنا في مع ضيفنا من باريس الاستاذ كامل مرعاش. اشكرك دكتور خيري. في ختام هذه الحلقه أشكر الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا، كما أشكر بدوري من باريس الأستاذ كامل المرعاش الكاتب والصحفي الليبي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى لقاء مقبل بإذن الله.